السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد كامل من وورد ليد اوتو. معانا النهارده العربيه اللي بتقدم من توكيل مصر حلوان، الدونج فينج اليوس. العربيه طبعا بتقدم بفئه واحده بس، هنشرح مع حضراتكم شرح تفصيلي، هقول لك كل الاوبشن وعوامل الامان وطبعا سعر العربيه. مش هيخلص الفيديو ان شاء الله زي ما انتم متعودين معانا غير لما تكون عارف كل التفاصيل الصغيره والكبيره عن العربيه الدونج فينج. انزل بقى بسرعه من الاشتراك الجميل بتاعنا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورد ليد اوتو. بيج فيسبوك هنحط اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، بيبقى عليه ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. تابعونا. احنا هنتكلم على موتور العربيه الدونج فينج. فزي ما انتم متعودين في اغلب العربيات الصيني فبتيجي بموتور 1500 سي سي تربو 150 حصان 230 نيوتن. العربيه متوصله ناقل حركه اوتوماتيك دي سي تي من 7 سرعات. لو هنتكلم على الارقام الرسميه اللي موجوده في العربيه الدونج فينج، فبتستهلك 6.4 لتر كل 100 كيلو وخزان الوقود 50 لتر. زي ما حضراتكم شايفين كده الكبوت بيجي موجود فيه عازل للصوت، وطبعا مفيش مساعدين في الكبوت، والعربيه موجود فيها مصفحه اسفل الموتور. لو هنشرح مع حضراتكم الشكل الخارجي اللي موجود في العربيه الدونج فينج، فاول حاجه كده هنوري لحضراتكم مفتاح العربيه اللي شكله جميل وممتاز جدا. العربيه طبعا بتيجي زي ما حضراتكم شايفين باضاءه نهريه ال اي دي، وفانوس العربيه بيجي معاك برده ال اي دي. قبل ما اكمل شرح العربيه بص كده وتمعن في جمال التصميم اللي موجود في العربيه دونج فينج. بصراحه شكل العربيه جميل وممتاز جدا جدا، التناغم والتناسق اللي موجود في كل جزء اللي موجود في العربيه جميل وممتاز، مفيش اي حاجه عشوائيه موجوده في العربيه الدونج فينج. الشبكه الاماميه اللي بتيجي باللون الاسود اللامع، كلمة اليوس اللي موجودة في منتصف العربية اللي بتيجي باللون الأحمر، ولوجو طبعا دون فينج اللي بيجي معاك الوسطي. شكل العربية الأمامي يا جماعة جامد جدا جدا. شكل بقى العربية من الجنب، أول حاجة عليك كده هتيجي عليها وهو الجنوط اللي بتيجي معاك 17 بوصة، والمرايات اللي موجودة في العربية. طبعا العربية بتيجي معاك بكاميرات 360 درجة، كان في هنا كاميرا أمامية والكاميرتين اللي موجودين في المرايتين والكاميرا الخلفيه اللي موجوده في العربيه الدونج فينج. زي ما حضراتكم شايفين طبعا كده الاكرة بتاعت العربيه. العربيه طبعا بتيجي بدخول وخروج بدون مفتاح وستارت ستوب انجن. العربيه ما فيش فيها ازاز في ميه. الاكرة طبعا بتيجي باللون الاسود زي ما حضراتكم شايفين، جنبها سلس وما فيش فيه سوق، وحاجه بصراحه برده ممتازه وكويسه جدا جدا. بقى نيجي لتكمله الانبهار والشكل الجامد جدا، ونيجي نشرح شكل العربيه معاكم من الخلف. تابعونا. لو هنشرح مع حضراتكم شكل العربيه من الخلف بسيط، بس هقول لحضراتكم على حاجه، ان العفشه الاماميه اللي موجوده في العربيه الاماميه بتيجي ماك فورسم، والعفشه الخلفيه اللي موجوده فيها بتيجي معاك تورشن بيم. بص بقى لتكمله الانبهار والحلاوه والجمال اللي موجوده في العربيه الدونج فينج. بص يا جماعه شكل العرفوانيس ال LED الخلفيه، شكلها بصراحه جامد وممتاز جدا جدا، ومعاك السبور الخلفي كمان اللي بيجي برده اللون الاسود مع اللون الابيض اللي موجود في العربيه بيجي معاك ممتاز وكويس جدا جدا. معاك سنسور بارك خلفي ومعاك كاميرا خلفيه موجوده في العربيه. لو هنفتح كده او نشوف مساحه الشنطه اللي موجوده في العربيه، مساحه الشنطه بتيجي معاك 454 لتر، مساحة كبيرة جدا جدا وتشيل من الحبايب كتير. بص كده على الاستبن اللي موجود في العربية، فللأسف بيجي معاك طاسة مش جنطة. مساحة الشنطة دي يا جماعة ممكن ناس تخش تنام جوه، مساحة كبيرة جدا جدا. نخش بقى دلوقتي مع حضراتكم ونشرح المساحات اللي موجودة في الكنبة الخلفية. تابعونا. فالمساحات اللي موجوده في الكنبه الخلفيه في العربيه الدونج فينج صراحه ممتازه. اغلب العربيات المساحات اللي موجوده في الكنبه الخلفيه فيها بقت ممتازه وكويسه، والعربيه تقدر ان هي انت تشيل فيها 3 اشخاص مرتاحين او بالغين في الكنبه الخلفيه. الكرسي الامامي بصراحه المسافه اللي ما بينه وما بينه ممتازه وكويسه، نفس الكلام اللي قايم اللي مشيعكك وانت داخل او انت خارج، ونفس الكلام في المسافه اللي ما بينك وما بين السقف فممتازه وكويسه. العربيه موجود فيها فتحات تكييف خلفيه نافل فيتيس، نقدر نقول عليه ان هو متوسط مش اقل من المتوسط. العربيه ما فيش فيها مسند يد وسطي.
الخامات اللي موجوده في الباب فالبلاستيك، الجزء اللي فوق ده كله بيجي بلاستيك، اللي تحتيه بيجي بيانو بلاك، والاوكر بتيجي معاك من الكروم، بعد كده الجزء مسند ايدك بيجي من الجلد. فالخامات بصراحه اللي موجوده في العربيه ممتازه وكويسه. نخش بقى دلوقتي مع حضراتكم نشرح الصالون الامامي اللي شكله بصراحه جامد وممتاز جدا جدا، تابعونا. دلوقتي احنا مع حضراتكم في شرح الصالون الامامي للعربيه الاليوس. بصراحه بص يا جماعه الجمال والتناسق والتناغم اللي موجود في كل جزء في العربيه. طبعا روحه العداد اللي بتيجي معاك ديجيتال مش انالوج، معاك مؤشر حراره ومعاك مؤشر بنزين ومعاك الار بي ام اللي موجود في العربيه زي ما انتم شايفين، وعداد السرعات اللي موجود في النص. لو هنرجع هنا لورا شويه فطار اللي شكلها بصراحه عاجبني جدا جدا، الجزء ده كل اللي بيجي معاك من البيانو بلاك وكلمه اليوس الوسطيه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا معاك الرد والغلق على المكالمات والاوامر الصوتيه ومثبت ومحدد السرعه اللي موجودين في العربيه. لو هنيجي هنا على الشاشه اللي موجوده في النص، لو هنشوف كده الريزوليوشن بتاع الكاميرا الخلفيه، فزي ما انتم شايفين كده بصراحه اغلب العربيات الصينية يا جماعه الكاميرات اللي موجوده فيها ممتازه وكويسه جدا جدا. جرب كده الكاميرات اللي موجوده، زي ما حضراتكم شايفين كده كل الكاميرات اللي موجوده في العربيه. عشان وقت ما حضراتكم طبعا الريزوليوشن حدث ولا حرج، ممتاز وكويس جدا جدا. انا طبعا بتقفل التكييف، دي شكل فتحات التكييف تمام. هنا ده زرار بتاع الانتظار، هنا ده الايكو والسبورت والسنو تمام. هنا طبعا ده وضع الايكو موفر البنزين، ده السبورت طبعا زي ما انتم شايفين بتتحول بتبقى لونها احمر، وده الاخير تمام كده. دوت بقى الشاشة اللي بتتحكم فيها في التكييف. نشغل كده التكييف مع حضراتكم، زي ما انتم شايفين كده الكباس اللي موجود في العربية اشتغل، يعني بتعلي وبتوطي من هنا، وطي بس كده المروحة تمام. هنا ده الزرار بتاع اللي بتشغله بيشتغل معاك التكييف اوتوماتيك، هنا ده الزرار بتاع الكباس بتقفل التكييف من هنا، هنا السخانات، هنا بتقفل دخول وخروج الهواء الخارجي، هنا معمول على الوضعيه ان انت تقفل الهواء الخارجي، وانصحك ان انت تبقى عامله على الوضعيه ديت عشان ما يدخلكش اي تراب موجود في الشارع. وهنا بتعلي وبتوطي المروحه اللي موجوده في العربيه، وانها بتتحكم في درجه البروده بتاعه التكييف. يعني انزل هنا تحت شويه فانت عندك مخرج 12 فولت ومخرج يو اس بي زي ما انتم شايفين كده، ودوت ناقل الحركه اللي بيجي معانا اوتوماتيك الدي سي تي اللي من 7 سرعات، وانا الستارت والستوب انجن، وفرامل اللد اللي بتيجي معاك من الكهرباء، الاثنين كاب هولدر الصغيرين جدا جدا، الكونسول الوسط اللي بيجي معاك كله من الجلد، مساحه التخزين اللي فيه نقدر نقول عليها ان هي متوسطه. شوف الدرج الامامي مساحه التخزين اللي موجوده فيه كبيره وكويسه جدا جدا. الخامات اللي موجوده في العربيه الجزء ده كله بيجي معاك سوفت تاتش، هنا الجزء ده بيجي من الجلد والجزء اللي تحت بس هو اللي بيجي من البلاستيك. العربيه موجود فيها طبعا فتحه سقف زي ما انتم شايفين كده، ديت الاضاءه اللي موجوده فيها. هنا معاك مرايه بس مش موجود فيها اضاءه للاسف، نفس الكلام هنا معاك مراية بس مش موجود فيها اضاءة تمام. هنا طبعا ده كل الجزء ده بيجي معاك من البيانو بلاك، هنا سوفت تاتش، والجزء ده كله بيجي معاك من الجلد تمام كده. كده احنا شرحنا كل حاجة موجودة في الصالون الامامي. نقف دلوقتي على اخر واهم جزء معانا في الفيديو، تابعونا. دلوقتي احنا مع حضراتكم في اخر واهم جزء في الفيديو. لو هنبتدي كده على طول بعوامل الامان اللي موجوده في العربيه، فانت عندك اي بي اس واي بي دي واي اس سي وتي سي اس، تقريبا اغلب عوامل الامان اللي موجوده في الفرامل موجوده في العربيه الاليوس. العربيه بتتقدم باربعه ارباج. هنتكلم بقى على الاوبشن اللي موجود فيها، فبتيجي بكشافات اماميه وخلفيه ال اي دي، واضاءه نهاريه ال اي دي، ودخول بدون مفتاح، وستارت ستوب انجن، ومرايات كهرباء، والتسخين في المرايات، وفتحه سقف، وفرش جلد، وكرسي السواق بيجي من الكهرباء،
والشاشة اللي في النص بتيجي معاك 10 بوصة، وموجود بلوتوث ويو اس بي، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم الجنود بتيجي 17 بوصة، 205/50. العربية بتتقدم من توكيل مصر حلوان. سعر العربية الرسمي بيجي ب 633,000 جنيه، ده السعر الرسمي للعربية الاليوت. والعفشة طبعا الامامية بتيجي معاك ماكفرسون، والعفشة الخلفية بتيجي معاك تورشن بيم، وخزان الوقود 50 لتر، ومساحة الشنطة 454 لتر، والارقام الرسمية بتستهلك 6.4 لتر لكل 100 كيلو، ده استهلاك الوقود. كده كل حاجة موجودة في العربية حرفيا احنا قلناها. نخش بقى في الكلام المهم وباختصار شديد زي ما حضراتكم متعودين معانا. العربية هي بتديك مساحات ممتازة، بتديك مساحات ممتازة، بتديك اوبشن كويس وممتاز، بتديك اوبشن ممتاز وكويس، بتديك عوامل امان ممتازة، هي بتديك عوامل امان ممتازة، هتديك خامات ايدك لما هتيجي على كل جزء كده موجود معاك في العربية، لما هتلمس اي حاجة شكل العربية الداخلي والخارجي ممتازين، هم ممتازين ومحدش يقدر ينكر الكلام ده كله، والكلام ده كله موجود في اغلب العربيات الصين. في عربيات صين عربيات محترمة، في عربيات صين عربيات محترمة وكويسة جدا جدا، واثبتت كفاءتها في السوق المصري. اركن بقى الكلام ده كله على جنب. العربية دي هي منتشرة في السوق؟ هي لا مش منتشرة في السوق، كل فين وفين لما تنزل مشوار وتشوف العربية دي، هي مش منتشرة. هي طبعا زي ما حضراتكم عارفين هي نسبة وتناسب، انتشار اي عربية ايا كانت ايه هي فهيوفر لها قطع الغيار، وقطع غيارها هتبقى موفرة في كل مكان. العربية نقطة ان هي منتشرة، هي لا مش منتشرة زي ما قلت لكم، هتشوفها كل فين وفين لما هتشوف عربية الاليوس موجودة في الشارع. مادة بقى اعتمادية العربية دي، هي بصراحة الله اعلم بها عشان اكون صريح مع حضراتكم. العربية لسه اللي رحنا ولا جينا هي برضو عربية زيرو، لسه ما لحقتش تمشي عدد كيلوهات كبير في السوق، فنقدرش نحكم دلوقتي على مدى اعتماديتها. العربية موجودة في توكيل سيد مكاوي، تمام. احنا ما بنبيعش عربيات يا جماعة، احنا بس بنصور في المعرض. اللوكيشن موجود تحت في الديسكريبشن، والارقام طبعا موجودة كمان، ولو في اي استفسارات اكتبوا لنا وهنرد على حضراتكم. احنا كده تقريبا شرحنا كل حاجة موجودة في العربية، لو في اي حاجة احنا نسينا او في اي حاجة حابين ان انتوا تضيفوها اكتبوا لنا برضو تحت في الكومنتات، ولو في عربيات حابين ان احنا نصورها الفترة الجاية اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وحاول ان احنا ان شاء الله نوصلها. ما تنساش بقى تعمل اشتراك الجميل بتاعنا، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورلد اوتو بيج الفيسبوك، وبنحط اللينك بتاع تحت في الديسكريبشن بيبقى عليها ابديت باسعار العربيات وبتابع اخبار العربيات اول باول. شكرا.